عودة لكم من جديد في مشوارنا لليوم وبالحديث عن الجوانب العلمية المختلفة. دائما ما نمتلك في السودان مهارات وشخصيات أثبتت نفسها في مجالات خاصة وضعت اسمها بأحرف من ذهب وحقيقة عكست البلاد خارجيا بأجمل ما يكون. المجالات الطبية متعددة يا محمد، ولكن صحيح. توجد بعض المجالات هي صعبة وصعب اتخاذ طريقة والتميز فيها كمان. بكل تأكيد الطبيب السوداني كان دائما وأبدا مسار افتخار كبير لنا كسودانيين، خاصة عندما يذهب للعمل في الخارج دائما ما كان يكتسب كفاءة كبيرة جدا ويكون واحد من أميز الشخصيات الموجودة ونجم المجتمع. بقى الطبيب السوداني في الكثير من الدول، سواء كان الدول العربية أو سواء كان في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. احنا اليوم معنا واحد من هذه النماذج الجميلة والمشرفة، وحنتكلم بكل تأكيد عن تخصص دقيق هو جراحة القلب المفتوح وأمراض القلب بشكل عام، لأنه أمراض القلب يا ويام واحدة من المشاكل الكبيرة اللي بنواجهها وبتعاني من إهمال كبير. صحيح. يعني مثلا الناس الكبار في السن زي وئام يفتكروا انه مشاكل في القلب يقول لك ده المصران، والناس الصغار في السن المساكين زي ديل بيحس انه عندهم مشاكل في القلب لكنه اصلا عنده مصران. فالارتباك الليله حنحاول نعم صحيح. نزيله مع ضيفنا العزيز الدكتور السمو العبد الغفور استشاري الجرح جراحه القلب المفتوح. مرحبا بك دكتور سمو، ومشرفنا منورنا اليوم في قناه الهلال. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية لكم وأشكر على هذه الاستضافة الجميلة، وتحية خاصة لأهلنا في السودان السودانيين داخل وخارج السودان. مرحبا بك دكتور سمو، المشرفنا كثير. دكتور سمو، في البدء يعني الطب هو دراسة كبيرة، وممكن من زمان في السودان عندنا ياما دكتور ياما مهندس، يعني في أي بيت سوداني دي حاجة لازم تكون موجودة. لكن دراسة الطب يعني في الآونة الأخيرة صراحة العديد من الصروح التعليمية والجامعات بقت هي بتأهل أطباء، ولكن بنجي نلقى أنهم في الحقيقة في ساحة الممارسة غير مؤهلين تماما. أنت درست بجامعة الخرطوم وهي ممكن أحد الصروح التعليمية الكبيرة جدا، كلمنا ما بين الأمس والآن وخاصة تجربتك الخاصة بجامعة الخرطوم والبنشاهده حاليا مما يسمى جامعات طبية. طبعا هو الوضع العام زمان ما زي اليوم، وده ينعكس سلبا على الكثير منا دراسة الطب. صحيح. جامعة الخرطوم طبعا كانت أو ما زالت يعني من أعرق الجامعات السودانية، ولها مكانتها في السودان ومكانتها العالمية ما زالت. قد يكون اليوم لأنه عدد الطلاب قد يكون زاد، الأساتذة البروفيسورز خلى التدريس، السافر خلى السودان، ثغرة تعليمية، ثغرة تعليمية دي كلها بتفرق صراحة. لكن في تقدم برضو من ناحية علمية، يعني زي ما مثلا الكمبيوترز والتعليم الإلكتروني كان ضعيف حسب بيقى قوي، ففي موازنات. كليات الطب صراحة من الصعوبة بمكان أن تدرس بجودة إذا ما كان فيها كادر تدريسي مميز. الآن بقت الكليات كثيرة جدا، يعني محل ما تمشي في كلية بتاع الطب وين كادرة التدريس المؤهل؟ كلهم بيأدوا في دور جيد، لكن إحنا دائما بنكون عشمانين دائما في الجودة الزيادة وفي التأهيل الزيادة، عشان في النهاية العاديين الطبيب لما يتخرج ويمشي المستشفى ويقابل المريض يقدر يديه حقه الكامل، ما يكون في تردد وما يكون في عدم 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 معرفة. وعدم المعرفة ذاته طبعا الطبيب الناشئ لو عنده الإرادة ممكن يمشي دي قدام. عندنا في بعض الشباب للأسف الشديد أنا تخرجت خلاص بقيف لحد هنا. صحيح. الطب دراسة مستمرة، تأهيل مستمر، كورسات مستمرة، تخصصات ماشية دي قدام، فلازم يكون في زيادة كل ما اليوم يستزيدوا. الشباب الفترة دي بيستسهل الأمور، لكن في ناس جيدين جدا طبعا. نعم. ما في اثنين ثلاثة، يعني ما نديهم حقهم برضو وماشيين لقدام، وما زالوا هذا برضو الجيل الجديد ده ما زالوا بيرفعوا راسنا حتى في الامتحانات حق الزمانات الجراحين مثلا، وبرضو بيجيبوا درجات ما شاء الله ممتازة وبيعكسوا برضو روح جيدة يعني للسودانيين. لكن نتمنى يكون في تأهيل وتدريب أحسن من كده.
نعم. طيب البيئة بعد التخرج طبعا معروف أنه الطبيب بيعمل في عدد من المستشفيات في عدد من التخصصات وما إلى ذلك، والبيئة الطبية في السودان المستشفيات ما مؤهلة بالشكل الكافي وبالشكل اللازم، في نقص في بعض الأجهزة، حاجة بتلقاها في المستشفى دي ما بتلقاها في المستشفى دي، البعض يذهب إلى محافظات أو أقاليم أو ولايات السودان المختلفة. هل العمل في هذه البيئة الطبية ما أقدر أقول مترددة وإنما يعني تنقص الكثير من الأشياء، ويعتمد فيها الطبيب ربما في كثير من الأحيان على الحدس وعلى الموهبة وعلى تفاصيل كثيرة، هي الساهمة وسقرت الطبيب السوداني وجعلته متميز بهذا الشكل الكبير، وبنشوف انه سمعته رائع جدا في كل دول العالم المنتشر فيها الطبيب السوداني. هو طبعا المسألة دي ممكن نقول على سلاح ذو حدين، يعني الطبيب السوداني بيلقى نفسه في اوضاع ما في طبيب ثاني في العالم بيلقى نفسه في الاوضاع دي، صحيح، وبعد ده كله بيتجلى وبيبدع وبيشتغل قدام، لكن برضه دي من الـ من الـ من الـ من الاوضاع اللي بتخلي الطبيب يحس باليأس ويحاول أو دائما بيطلع يخلوا الشغلانية. حتى في عدد كبير من الأطباء في السودان بعد ما يتخرجوا واشتغلوا في المستشفيات يعني واجهتهم المسألة إنسانية، أنت ممكن تشوف مريضك بيعاني وأنت بتتعب في الدواء، بتتعب في 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 كون تعمل له فحوصات، في تعب شديد جدا، في تعب ومجهود خرافي، وأنت ما قادر تساعده. أنت كطبيب الأطباء الشباب ديل مرات بيعملوا شيرينج عشان ما يعملوا فحص صحيح للمعيان بتاعهم، يجتهدوا يضربوا المستشفى الفلانية المستشفى الفلانية عشان ما يلقوا له سرير مثلا، فدي الناس بتكون بتحس صراحة بألم شديد وبصعوبة شديدة، وجزء منهم كبير جدا يعني بيؤثر انه يخلي البلد للأسف الشديد. لكن احنا نتمنى انه الناس يستفيدوا من التجربة دي في صقل مواهبهم، يمشوا لقدام يقروا، والبيطلع يأهل نفسه يجينا راجع تاني عشان ما نرتقي بالعمل الطبي إن شاء الله. نعم بالتأكيد. ممكن يعني دكتور سمو قال أنت كان عندك تجربة خاصة في المملكة المتحدة وتجربة فريدة من نوعها، ولكن ما بين التجربة الخطها خارجيا والعودة إلى السودان في جراحة القلب المفتوح خاصة، وهو ممكن مجال حساس وخطر جدا، وفي السودان ممكن فيه كثير من الصعوبات اللي بتواجهه، ما بين داخل السودان وخارج السودان والإحنا بنفتقده حقيقة في المجال. جراحة القلب المفتوح من الجراحات الدقيقة جدا والصعبة جدا، التدرب عليها صعب جدا وبيحتاج لزمن وبيحتاج لصبر صراحة، وعايز بيئة معينة عشان تقدر تمشي فيها لقدام. في المملكة المتحدة طبعا كل شيء منظم وكل شيء السيستم والنظام، فأنت ما بتكون عندك أي هاجس ثاني غير أنك تشتغل وتقدم للعيان بتاعك، والشغل الفني بصعوبته في النهاية بتمشي. وما يعني هنا في السودان الحمد لله في جراحة قلب مفتوح، نكون متفائلين. نعم. المسألة دي مهمة جدا طبعا، لأنه قبل 20-30 سنة ما كان فيه موجودة، والمرض منتشر ما منتشر يعني ما زمان يقول لك لا عندنا ما عندنا ضيق الشرايين دي في الدول الأوروبية وفي خلافه، لا نحن عندنا أمراض الشرايين موجودة، عندنا أمراض الصمامات موجودة بزيادة كمان، فمحتاجين للتخصص ده بصورة كبيرة جدا. المراكز اللي بتقدم الخدمة دي للأسف الشديد مراكز تعد على أصابع اليد، بسيطة جدا، ونقدم لهم التحية والإجلال لأنهم شغالين في ظروف غاية الصعوبة من ناحية كادر، من ناحية إمكانيات، من ناحية مستهلكات، غاية الصعوبة. لكن طبعا احنا محتاجين نجود مع الشيء اللي عندنا، يعني ما كل واحد بس يشتغل بالشيء الموجود وما يطلع انه يصلح لقدام. انا دائما عندي مقوله ان توقد الشمعه خير من ان تلعن الظلام، عندنا مشاكلنا موجوده ما نخليها ونقول لا احنا نمشي نشتغل في الخليج، نمشي نخلي البلد نرجع بريطانيا ثاني، نحاول نصلح في الشيء الموجود، ناهل التيم بتاعنا، نأهل المستشفيات بتاعتنا، نزيد الطاقة الاستيعابية بتاعتها ما أمكن ذلك، نطلع برا في الأقاليم نقدم الخدمة لأهلنا في مكانهم. ومن هنا لو سمحت لي يعني ظهرت مبادرة أو منظمة نبض القلب اللي هي إحنا منظمة تشكلت قريب، اجتهدنا فيها اجتهاد شديد جدا على انه نقوم بعمل هذه المنظمه ولدعم مرضى جراحه القلب المفتوح مجانا في كل التفاصيل من الاول لحد ما يمشي العيان بيته
بعد العملية، وكذلك نمدهم بالدواء مدى الحياة ما أمكن ذلك، قبل العملية بالفحوصات بالترحيل بكل شيء ممكن نقدمه لهم. ده عمل كبير جدا يعني، ومجهود مقدر ممكن. نعم. فنتمنى إنه طبعا هي المنظمة دي من الناس، أنا أفتكر إنها وللناس، لأنه في الآونة الأخيرة في الفترة الأخيرة وكل معلوم لدى الناس يعني الوضع بيقى ما زي زمان. صحيح. الناس صحيح. بتعاني في الأشياء الأساسية، فما بالك بجراحة قلب مفتوح محتاجة لمراكز مؤهلة، محتاجة لكادر، وكادرنا كبير، ما عندنا بس الجراح وبتاع التخدير، عندنا كادر كبير جدا. صحيح. فمحتاجين لكادر مؤهل، محتاجين لمستهلكات كلها ما عندنا مستهلكات يعني بنجيبها زي ما نقول نمشي بها حالنا، لا لازم تكون بمواصفات معينة عالمية أو أمريكية كمان، إحنا بنجيب الصمامات وخلافه، فده كله انعكس على قيمة العمليات، بقت التكلفة عالية جدا، والمريض هو اللي بيدفع التكلفة دي للأسف الشديد. صح. في ظل الوضع الراهن، فنحن اجتهدنا مع بعض الأخوان وعملنا المنظمة دي، ونتمنى إنه كل الناس تساعدنا عشان نساعد أهلنا. نعم. المنظمة مننا ولينا ولأهلنا. صحيح. يعني عمل ضخم كبير جدا، وللأسف يمكن بقينا في السودان عايشين تقريبا على مثل هذه المبادرات. نعم. مثل هذه المبادرات فيها شهور تقوم بها الدولة نفسها، ولكن كل الناس شايفة الوضع السياسي والاقتصادي الموجود، فبقت هذه المبادرات مهمة جدا لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن دكتور سمو قال يعني أمراض القلب كانت في الماضي الواحد بحس بك إنه جاوا القلب خلاص هو حيموت، ودي يعني آخر أيامه في الدنيا. الآن أعتقد إنه العلم تطور، الطب تطور، وأصبح من الممكن إنه يجيك مرض في القلب وتتعالج وتعيش باقي حياتك عادي. الأمراض المنتشرة بكثرة هنا في السودان وطريقة الوقاية. نعم. ال 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 أمراض القلب زي ما تكرمت يعني هي ما نهاية المطاف، يعني أنت فعلا العمليات بقت روتينية، هي عملية كبيرة متخصصة ودقيقة وعايدة تيم وكادر مؤهل جدا. لو لكن هم موجودين. المسألة دي نحن بنعمل عملية عشان ما نوفر للمريض حياة طبيعية أو قريب للطبيعية بعد العملية. كويس. الأمراض المنتشرة هنا في ضيق الصمامات، سواء كان صمام الأورطية أو صمام الميترالي، كلها مرتبطة ممكن تكون بحمى بروماتيزم القلب، وحتى التكلس بتاع الصمام الأورطي اللي هو بيشوفه كان في أوروبا لكبار السن برضه في السودان موجود طبعا. فالصمامات اللي هي سواء كان ضيق صمام أورطي أو ميترالي، أو إذا كان توسع أو ترهل، وضيق الشرايين اللي هو نقص تروية القلب، عضلة القلب، فالدي اللي هو ناس بتجوم الذبحات، يقول لك ذول جات وذبحة وذول جات وجلطة، إذا ما نقول لك في السودان ما في، لكن حسي موجودة أصلا شديد موجودة، بل يعني في ظل العولمة أو الطريقة بتعيش بها الناس، عدم الرياضة، عدم الحركة، عدم الاهتمام بالأمراض المزمنة، سكري، الضغط، عدم الاهتمام بالوزن، عدم ممارسة الرياضة بصورة منتظمة، فدي كلها بتنعكس سلبا على المجتمع من ناحية عامة، فبيقى في أمراض كثيرة صراحة. أكل الدهون. صحيح. بشكل كبير جدا، ده منتشر في بعض الولايات، عندهم الدهن ده أهم حاجة. صحيح. الوجبة نص زيت. صحيح. بالتأكيد محمد. يعني ممكن الدكتور ده بغضني لي سؤال يعني بديهي، ممكن يقول لك الأمراض القلب بتجي لكبار السن فقط، مع أنه شاهدنا أطفال أحيانا بيولدوا بها. أمراض القلب شائعة من أعمار كم لكم، والأكثر عرضة بها هم من؟ طبعا الأطفال دي عندهم العيوب الخلقية. نعم. دي يسمى عيب خلقي. عيب خلقي معظمهم. فده نحن ده ما تخصص، أنا جراح قلب كبار. الفئة العمرية كبيرة، يعني نحن بنعمل عمليات لتغييرات تغيير صمامات، ناس عمرهم كم 20، عمرهم 18، ده بيكون جاته حمى الروماتيزم القلب من هو صغير، هي بتاخذ زمن عشان ما تاثر لنا على الصمام، ممكن 20 30 40 سنه. فلكن في ناس بتاثر عليهم بصوره اسرع، فدل بيجونا ف 20 في كل الاعمار، حتى ضيق الشرايين اللي هو بيقولوا الناس الكبار. احنا شفنا في السودان ده عمر 37 38 من عملوا عمليات بتاع زراعه الشرايين، كم 40 ده موجود، اما كم يعني فالمسألة منتشرة كده. الناس طبعا بيكون في عوامل مختلفة بتأدي الشرايين دي. العيان المرضى دائما بيكون عندهم ضيق شرايين وهم شباب،
يا بكونوا عندهم سكر من الطفوله وما متابعينه بصوره جيده، يا بيكون عندهم يا بيكونوا مدخنين بيدخنوا بشراهه، وهذه بتاثر لنا بصوره مزعجه جدا على شرايين القلب وتؤدي للضيق بصوره سريعه. يا بيكون عندهم عوامل وراثيه، الوالدين الاسره جده وكذا، فمنتشره. هو نعم. بينتشر اكثر ما بين النساء او الاعداد الاكثر متزايده في الزمن، النساء ام الرجال ام هم سواسيه؟ والله طبعا كل مرض بي 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 بيختلف، لكن الفرقه ما كبيره. هو مثلا ضيق الشرايين ده عند الرجال اكثر، لكن فاهم بنعمل عمليات مشويه. طيب ما تطمنوا، في بعض الاشخاص بيفقدوا حياتهم في سن مبكره يعني، وبعد ذاك الناس بتكتشف انه كان عنده مشاكل في القلب وما عارف. شنو ابرز الاشارات ولا العلامات اللي ممكن تخلي الواحد ينتبه او انه المفروض يمشي دكتور او يصلح من نمط حياته عشان ما يتعرض لذبحه صدريه او سكته قلبيه وما الى ذلك؟ و طبعا العرض الواضح اللي هو الم في الصدر. العرض الثاني لكن يكون دائما بيجي للناس بصوره متاخره شويه، ده اللي هو ضيق النفس. لكن ما معناته اي ضيق نفس ان الواحد يمشي لدكتور قلب. بيشوف حاسه كثير صراحه، في ناس كمان بياخذوا بيخافوا من المساله زياده عن اللزوم. فدي الاشياء الرئيسيه عند الناس الشباب والرياضيين، بما انه قناه رياضيه. في تضخم وراثي مرات بيكون في عضله القلب. ده بي 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 بيأثر على الدم الطالع من القلب مرات. كويس، فكون بيبذل مجهود بيتريض وبيلعب كور في امانه الله فجاه كده يقع. فانا افتكر انه الناس في حاله قبال يومين سيرجيو اغويرو نجم الكره الارجنتينيه الشهير اضطر انه يعتزل لانه اطباء فريق برشلونه قالوا عندك مشاكل في القلب ما حتقدر تواصل. نعم، واعتزل في سن 32 33 سنة. نعم نعم نعم، فديك عندهم فحوصات روتينيه ان شاء الله نصل المرحله دي قريب. صحيح باذن تعالى. نعم بالتاكيد. طيب جميل، يعني دكتور انت تحدثت حاليا عن جانب مهم جدا، انه كل ما كشفنا بدري تابعنا بدري احنا بنعرف انه احنا ماشيين على وين وبيكون رؤيتنا اوضح. لكن في السودان احنا كمان عندنا مشاكل ثانيه، يعني احنا في السودان شعب ما بنحب نمشي الدكتور وبنحتقد وبننفذ كمان العلاج برانا. العديد من الاشخاص ممكن يعني عندنا زملاء هنا كبار في السن زي محمد خير منهم دائما بيحس انهم عندهم ذبحه صدريه. الواحد يقول لك والله انا حاسه اني جاياني جلطه، فبيمشي الصيدليه بيشتري عايز دواء يا قلبي وبيشتري الدواء براه وبيحل الموضوع. رايك شنو في الجانب ده؟ والله طبعا دي نقطه مهمه جدا. يعني اذا ما قلتي اهلنا المرضى ما 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 دائما يعني مطيعين في قصه العلاج. صحيح، ما مطيعين، فاحنا بنبذل معاهم مجهود كبير صراحه عشان ما نوصل لهم المعلومه ونقنعهم، ولما يجونا في العياده قد يكون ما عملوا ثلاث ارباع العمل. لو في اللي بيجيك في العياده يا دكتور هو خاطي في باله حاجه معينه وبس دارك انت تقول له نفس الكلام فما بيقتنع بالتشخيص. نعم لكن الكبار في السن دي دكتور بيخلينا نمشي معك برضه لجانب في نفس الموضوع. يعني ممكن يجيك مريض وتديه روشته، وخاصة الكبار في السن بصير أنه هو يعيد يصرفها لأنه الدواء ده ريحه أو الدواء إحساس أفضل. تكرار أدوية القلب دون الرجوع للدكتور هل ممكن يكون عندها تأثير سلبي؟ نحن صراحة بنواجه مشكلة شوية مختلفة من دي. نحن أدويتنا دائما مزمنة متواصلة، لأن يعني نحن عندنا العملية دي خلاص ده علاج، لكن عندنا العلاج الثانوي أو السكندري بريفنشن، أنت تضمن أنه العيان ده ما تحصل لمشكلة تانية. نعم كويس، فبكتب له لسه كده من الادويه 4 5، بيجينا المره اللي بعدها يقول الدواء كمل وانا كويس خالص العمليه نجحت كله تمام وما حاخذ الادويه دي. انقطع الدواء. انقطع الدواء وانا شاك اني كويس فما حواطي في العلاجات. انا اقول له لا يا اخي برضه نقنعه، انت عندك سكري ظبط السكري بتاعك وخذ علاج السكري، بناخذ الحبوب حقه الاسبرين والبلافيكس وخلافه وخلافه دي لانها بتعمل كده والقلب على المدى البعيد. فهي صراحة في شوية كده فجوة بين في التعليمات ما بتتنفس كما هي. لكن كمان برضو ما نظلم في عدد لا بأس به بيكونوا خايفين طبعا وعايزين يعملوا الشيء الصح وبيمشوا عنا لقدام. فمن نحن من المنطلق ده صراحة بنوجه أهلنا في السودان إنهم يستجيبوا لتعليمات الطبيب. يعني نحن ما بنعمل عملية بتاعت قلب إلا فعلا نكون محتاجين نعملها، ولو ما عملنا العمليه دي حياه المريض حيكون في خطوره في خطر.
احسن تعميل حسي قبل ما حالتك تتدهور وديك اعراض كبيره، وبعد ذاك احنا ما بنقدر نعمل لك لانه يكون عضله القلب ضعفت، حصلت مشاكل ثانيه، بتكون الخطوره حق العمليه اكبر من خطوره المرض. نعم. فعشان كده كل ما كان القرار انه تعمل عمليه استجيب، الناس تستجيب وتعمل عمليه. طيب الوقايه خير من العلاج، شنو النصائح اللي ممكن تقدمها للشباب للناس الكبار في السن عشان يقدروا يتفادوا انه ممكن تحصل لهم اي امراض قلبي في المستقبل؟ حاجات اساسيه كده انت ممكن تعمل. طيب في 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 شقين، الشق العام لكل الناس، وفي شق الثاني للناس اللي عندهم امراض مزمنه. الشق العام الرياضه ودي مهمه جدا، الناس الصغار والكبار. انا فكر انها مهمه وتكون بصوره روتينيه مرتبه، يعني تجري 10 دقائق في اليوم او تمشي نص ساعه في صحيح. اليوم بخطى حثيثه، ما تمشي بالراحه وتتكلم في التلفون كانك ماشي. طيب دي مهمه، دي انا افتكر دي اساس الشغلانيه. نعم. بعد ذاك بيجينا الشغله الثانيه، انت يا اخي لو بتدخن حاول وقف التدخين، يعني التدخين مضر جدا. اضبط السكري بتاعك، اضبط الوزن بتاعك، دي اهم حاجه. نعم بالتأكيد. في جانب مهم يعني ممكن دكتور سمو قال قبل ما نختم معك حابة أتطرق له، يعني العديد بيتحدث أنه هنالك أمراض قلب هي ما عندها علاج، أو حتى إذا أجرت لك العملية ممكن في حاجات بتمنع منها إلى الأبد. ممكن شاهدنا بعض أشخاص منعوا من الزواج، في أشخاص كتير بيمنعوا من تفاصيل كبيرة، هل الجانب ده فعلا حقيقي موجود ولا العلم هو تطور وعالج كل المشاكل؟ احنا بنعمل العمليه بتاعتنا عشان نحاول نرجع العيان ده يعيش حياته طبيعيه بقدر المستطاع. في ناس احنا الان صراحه ما قاعد اتوقف الاكل والشراب، الا لو عندك سكري او عندك ضغط تخلي بالك من الملح ومن السكر ومن الدهون من ناحيه عامه، لكن اكل الدار تاكله، اهم شيء تحافظ لنا يحافظ على الوزن والسكر. تمام. الناس الكبار في ناس بيجونا ما قادرين ياخذوا نفس، نغير لهم صمام او صمامين حسب الحاله بتاعته، بعد شهر شهرين بيقول لك يا اخي انا اعيش حياتي الطبيعيه كيف. ف ما في حاجه اسمها يمنع من الزواج، نحن عايزين نعيش حياه طبيعيه بقدر المستطاع. فدي كلها بس بعد فتره النقاهه والناس تمشي لقدام كله ممكن. نعم. والالتزام اهم شيء الالتزام. دكتور سمو قال يعني اخترت التخصص ده من البدايه، من ما دخلت الطب كنت عايز تتخصص في جراحه القلب المفتوح، ولا في موقف معين حدث خلاك تختار التخصص؟ والله يا اخي صراحه يعني انا لما مشيت بريطانيا ما كان عندي تخصص معين، لكن كنت امني نفسي اني اشتغل تخصص دقيق اقدر ارجع السودان وانفع به والناس. نعم. لما مشيت بريطانيا ما كان في جراحين قلب في السودان، عدد معين 3-4 كده. ففكرنا طبعا انا والرغبه الاساسيه ان الواحد يرجع السودان في يوم من الايام ونجيب جنبهم كده، فتورطنا فيهم ورطه جميله. متأكد. دكتور سمو قبل قليل يعني تحدثت عن فكرة كبيرة أنا بعتقد وفكرة إحنا محتاجين لها، تأسيسكم لمنظمة تحاول أن هي تدعم المجال، وحقيقة يعني البلاد بقت لو دخلت مستشفى حقنة دريب ما بتلقاه فيها، يعني بتمر بأزمة وضائقة كبيرة جدا على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والطبية. أنت كمؤسس لهذه الفكرة، الخطط المستقبلية اللي أنتوا حاليا مندرجة في أجندتكم شنو، والجوانب اللي أنتوا مقبلين عليها في المستقبل والخطط القادمة؟ نعم. طيب مرضى جراحة القلب المفتوح التكلفة حقتهم عالية جدا وللأسف الشديد هم اللي بيقوموا بها، ونحن عايزين نساعدهم من الألف إلى الياء. كويس. أول حاجة ندعمهم ماديا عشان ما نقدر نعمل لهم العملية في الوقت المناسب، مش الواحد نكلم نقول عندنا عملية عملية يمشي يحاول يبيعوا بيقدروا عليه وبتاع وقد يجيك متأخر وقد ما يجيك ذاته. كويس. ومسألة مؤلمة ومزعجة جدا صراحة، يعني تشوف عيانك بيموت في العنبر جنبك هناك تعب باطنية، فعايزين ندعمهم ماليا. كويس. ومن قبل العملية حتى احنا مفكرين في المستقبل ان شاء الله نعمل لنا سكن عديلة، الناس بيجوا من اقاليم بعيدة من الشرق من الغرب من استراحات، نوفر لهم الترحيل، نوفر لهم الفحوصات، نوفر لهم كل ده عايزين نوفر لهم ده قبل العملية. العملية ذاتها عايزة كادر مؤهل، ونحن عندنا نزيف مستمر للكادر المؤهل للأسف الشديد. كل ما واحد يتعلم ويمشي كويس ونعتمد عليه يمشي يخلينا يسافر خلي السودان. عايزين ندعم التيم ده ذاته، لأن احنا لو ما دعمنا التيم ما حنقدر نقدم خدمة للعيان، وما عايزين نفقد خدمة جراحة القلب المفتوح الآمنة في السودان.
ممكن صح. تعمل جراحة قلب مفتوح، لكن احنا عايزين نوفر كمان البنية التحتية نعم. المناسبة. عايزين نساعد في الحتة دي، نعلم الناس. التيم الموجود دي تيم ممتاز الحمد لله، لكن نزيد تأهيله، نزيد عدده، وهم ذاتهم يساعدونا نتوسع في القاعدة بتاعتنا نعم. عشان نزيد المراكز ذاتها. العيانين مشوية صحيح كتار جدا، فدي دي 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 من الأشياء عايزين نعمل، فذات التيم ذات المراكز. وبعد العملية نفسها عايزين نوفر، حسب في تطرف مع شركة أدوية، عايزين نوفر لهم العلاجات صحيح. عشان ما نضيع مجهود الجراحة ومجهود العيان نفسه. عمل كبير صراحة وجميل دكتور سموال عبد الغفور، احنا سعدنا جدا بوجودك معانا، شرفتنا ونورتنا اليوم في قناة الهلال، استشاري جراحة القلب المفتوح، واحد من النماذج المشرفة جدا للسودان في المملكة المتحدة. سعدنا جدا بوجودك معانا اليوم. لكم التحية ولكم الشكر، شكرا لكم جزيلا جدا، وأرجو من الجميع المنظمة مننا ولينا ولكل الناس صحيح. ومن الناس وللناس، ممكن تفتش عنها منظمة نبض القلب المفتوح في الانترنت في الفيسبوك وفي خلافه، وتلقوا التفاصيل، وأن كلنا مع بعض نشارك نعالج هذا المساكين. نعم بالتأكيد كامل الدعم لكم دكتور سمو، وربنا يوفقكم. ولكن آمين. احنا ما زلنا مستمرين في مشوارنا المسائل اليوم، فاصل قصير، عودة لكم من جديد، خليكم قراب ما تمشوا بعيد.